بسم الله الرحمن الرحيم. حل أول مجموعة من الفاندمنتال بروبلمز على تشابتر 9 صفحة 480. السؤال الأول بيحكي لنا determine the centroid x bar y bar of the shaded area. الآن أنا بدي أختار عشان أقدر أحددهم كويس، بدي أختار شريحة إما أفقية أو عمودية. طبعا لاحظوا هون لو أخذت شريحة أفقية أو عمودية ما عندي مشكلة. ليش ما عندي مشكلة؟ لانه الشريحه هاي راح تكون ملاصقه للواي او ملاصقه للاكس، وبالتالي هاي المسافه هي اكس، هاي المسافه هي هاي المسافه واي، وهاي المسافه هي اكس مباشره. بس مثلا في شكل زي هيك مش كويس اخذها افقيه، لانه هون انا بتكلم عن المنطقه الفاضيه، بتصير بصير عندي واحد ناقص الطول هذا. فاحسن اشتغل على المنطقه ايش اللي ملاصقه، الشيدد ملاصقه للمحور، فباخذ ايش يعني شريحه عموديه عشان تكون جايه دغري على المحور المطلوب. اذا هون نختار مثلا شريحة بهذا الشكل، هون هي نقطة، نختار شريحة هيك. هاي نقطة شو احداثياتها؟ احداثياتها هي هاي اللي هون اكس كاملة، هاي راح تكون، وهاي واي. وعشان تطلع السنترويد كوردينيتس لازم احدد ايش الاكس والواي تلدة. فالنقطة هون اللي هي منتصف الشريحة اللي انا اخترتها، اكس تلدة راح تساوي اكس على 2، والواي تلدا اسف هاي هي الواي تحت، الواي لتحت، الاكس افقي بس الواي للاسفل، انه هي المحور الاكس هون الاوريجين، هون هاي هي الواي مش فوق. فالواي هون راح النقطة هاي هي واي، فالواي تلدا راح تكون هي نفس الواي. تمام، إذا هاي هي الإكس تلدا، إكس على 2، والواي تلدا هي نفسها، هي نفس الواي. الآن بنحسب الإكس بار، فبنحكي إكس بار بتساوي تكامل إكس تلدا في الدي إيه على تكامل الدي اي بهذا الشكل، لانه عندي هم مساحات، ويساوي الان الاكس تلدا احداثياتها اكس على 2 يعني نص اكس. الان راح الاريا تاعت الشريحه هاي العرض تاعها الدي واي والطول تاعها هو اكس، اذا عباره عن اكس في دي واي. وحدود التكامل لاحظوا المتغير هو الواي من 0 الى 1 على الدي اي، نفس اللي فوق بدون الاكس تلدا، بدون اكس على 2، يعني تكامل اكس دي واي من 0 ل 1. طبعا مباشره بدي اعوض مكان التكامل على الواي مكان اكس بقيمتها من خلال الفانكشن اكس بتساوي الجذر التكعيبي للواي. فراح يصير عندنا هون تكامل، طبعا في نص مره من 0 ل 1 اكس في اكس، اكس تربيع، لان اكس لحالها هي الجذر التكعيبي لواي، يعني واي اس ثلث، ولانه اكس تربيع بصير اس 2 على 3 مقسوم على تكامل من 0 ل 1 اكس دي واي اللي هي واي اس ثلث دي واي، ونطلع الناتج. طبعا الآلة الحاسبة بنحسبها راح يطلع الجواب مباشرة بيساوي 4 بالعشرة. متر. الآن نطلع الواي، تكامل الواي تلدا في الدي اي على تكامل الدي اي، تكامل الدي اي هو نفسه، نفسه هذا بس فوق. هسه شو راح يكون عندي؟ الآن واي تلدا هي نفسها واي في الدي اي اللي هي عبارة عن اكس في دي واي، والاكس عبارة عن الجذر التكعيبي. إذا الجذر التكعيبي لواي دي واي، فراح يصفي البسط عندنا تكامل واي يعني 3 على 3 اللي هي 1 مع الواحد 4 على 3 دي واي على تكامل واي اس ثلث دي واي كله من 0 ل 1. راح يكون ايضا الناتج مباشره لو واحد حسبها من الاله على طول 571 بالالف. نشوف المسألة الثانية الآن.
المسألة الثانية شباب تحكي لنا determine the centroid نفس المطلوب of the shaded area. زي ما اتفقنا يفضل اختار الشريحة هون بهذا الشكل. لأن هاي النقطة ايش احداثياتها؟ x والمسافة هاي اللي هي y. السنترويد هون راح يكون فراح تكون هاي المسافة اللي هي y على 2 اللي هي الواي تلدا، لكن اكس تاعت هي نفس الاكس، اذا اكس تلدا بتساوي اكس. الان العرض تاعها هون دي اكس والارتفاع هو الواي عشان نحسب الدي اي. اذا انا بهمني اعوض كل شيء بدلالة الاكس، فالواي لما تطلع لي هي عبارة عن اكس تكعيب، يعني هاي واي راح تكون تلدا بتساوي اكس تكعيب على 2. تمام، الان بنحلها. حدود تكامل على الاكس هي من 0 الى 1. هيك صار كل شيء جاهز. فبنحكي اكس بار بيساوي تكامل اكس تلدا دي اي على تكامل دي اي ويساوي. الان شوف الشكل، اكس تلدا هي نفسها اكس، لان الدي اي عبارة عن واي في دي اكس. على تكامل واي دي اكس ويساوي. لان الواي عبارة عن اكس تكعيب، وفي اصلا اكس يعني بصير اكس اس 4، اكس اس 4 دي اكس، وهون اكس تكعيب دي اكس من 0 الى 1. تكامل مباشر راح يطلع الجواب مباشرة 8 بالعشرة. طبعا في الآلة الحاسبة. الآن نيجي على واي. واي راح تساوي تكامل واي تلدا دي اي على تكامل دي اي بهذا الشكل. تكامل دي اي ما في اختلاف، هو اكس تكعيب دي اكس من 0 الى 1. الان واي تلدا ايش بتساوي؟ زي ما شفنا هون واي تلدا عبارة عن واي على 2 هي اكس تكعيب على 2. اذا راح يكون في عندي نص في اكس تكعيب في الدي اي اللي هي اصلا اكس تكعيب دي اكس، فراح يصير عندنا واحد على اثنين في تكامل اكس اس ستة دي اكس على تكامل اكس اس ثلاثة دي اكس من 0 الى 1. راح يكون الجواب 0.286 متر مباشرة من الآلة الحاسبة على طول. الثالث اف تسعة ثلاث هو كالتالي، جايب لي سنترويد مطلوب نحسب الواي بار له لحالها في الشيدد اريا. طبعا الاكس بار بتساوي زيرو لانه متماثل حول الاكس، يمين ويسار زي بعض، فراح تكون في المنتصف عند الزيرو بالضبط. الان بختار شريحة بهذا الشكل. هون راح تكون الإحداثيات، هاي المسافة هي إكس، طبعا هون راح تكون إكس نفسها بس على الجهة الأخرى سالب، والعرض تاعها راح يكون دي واي بهذا الشكل. ارتفاع النقطة راح يكون عبارة عن واي، فهون طبعا راح تكون صفر واي تلدا بهذا الشكل. فالواي أنا ما بعرف كم بتساوي واللي إحنا بدنا نطلعها، فبنحكي في هاي الحالة واي بار بتساوي تكامل واي تلدا اللي هي نفسها واي في دي اي على تكامل الدي اي ويساوي.
الان واي مثل ما هي. الدي اي لاحظوا هي الطول في العرض اللي هي 2 اكس ضرب الدي اي دي واي على تكامل 2 اكس دي واي. فراح يصفي عندنا، لاحظوا انه الواي بتساوي 2 اكس تربيع، اذا اكس لحالها راح تكون واي على 2 تحت الجذر، اكس هي واي على 2 تحت الجذر. فراح يصير التكامل الاول في 2 برا، تكامل 2 في واي زي ما هي. الان اكس شو بكتب بدالها؟ بكتب بدالها جذر الواي على 2 دي واي. تحت راح يكون عندي تكامل 2 جذر الواي على 2 في الدي واي بهذا الشكل. حدود تكامل بالنسبة للواي من 0 إلى 2، تكامل مباشر على الآلة الحاسبة لأنه تكامل محدود، فراح يطلع الجواب 1.2 متر بهذا الشكل. تمام. السؤال الرابع بيحكي لنا locate the center of mass. لاحظوا center of mass x bar of the straight rod if its mass per unit length. إذا هاي مش الماس لحالها بالكيلوغرام، هاي كيلوغرام لكل متر، يعني كأنها اليونت لينث دنسيتي، يعني كثافة الكتلة الطولية. ماس بير يونت لينث از جيفن باي ام تساوي ام نوت في 1 زائد اكس تربيع على ال تربيع. طبعا يعني الكتلة مش متماثلة، كل ما تزيد قيمة الاكس بتزيد الدنسيتي لهي الماس، بتزيد الكثافة، وحتى معلمين اياها بخط غامق. فأنا طبعا شو بعمل؟ بختار شريحة صغيرة. هاي الشريحة طبعا الطول تاعها هو دي ال، ولأنها على محور الاكس بسميها دي اكس، وهاي المسافة بسميها او بعتبرها اكس. فبنحكي انه اكس بار بتساوي تكامل الاكس تلدا اللي هي نفسها اكس في الدنسيتي، هاي الدنسيتي اللي هي ام نوت في 1 زائد اكس تربيع على ال تربيع، الكل في دي اللي هي نفسها دي اكس، هذا كلياته هيك مقسوم على تكامل الحد الثاني بدون الاكس، تكامل ام نوت في 1 زائد اكس تربيع على ال تربيع دي اكس. ليش عملنا هيك؟ لانه يا شباب الدي ام هي الكثافه، خلينا نسميها مثلا لامدا في دي ال، كثافه طوليه. لاحظوا هاي اللامدا، هاي اللي هي هاي كيلوغرام على متر، وهاي متر بصفي كيلوغرام في اللي هي الماس، فالدي ام هي لامدا في دي ال. فانا عوضت اللامدا اللي هي هو مسمي ليها ام، بس هي مقصود فيها اللامدا ام نوت في هذا الكلام، لانه وحدتها كيلوغرام بير متر، ضرب الطول اللي هو الدي اكس، الدي ال هي الدي اكس. تمام. الان نختصر ام نوت مع ام نوت راح تروح، وبالتالي نشوف حل السؤال. طبعا حدود التكامل هي من صفر الى ال، من صفر الى ال. خلينا نحله. اكس بار راح تساوي تكامل اكس، طبعا اكس في 1 اللي هي اكس، زائد اكس تكعيب على ال تربيع كله طبعا دي اكس من صفر الى ال، على تكامل من صفر الى ال 1 زائد اكس تربيع على ال تربيع طبعا دي اكس، ويساوي تكامل الاكس هي اكس تربيع 2، يعني نص اكس تربيع. اكس تكعيب تكاملها اكس اس 4 على 4، اكس اس 4 على 4 طبعا في التربيع في المقام، المقام هسه تحت هون الواحد تكاملها اكس، والاكس تربيع تكاملها اكس تكعيب، يعني اكس تكعيب على 3 التربيع. الحدود في الجهتين في البسط والمقام من صفر، من صفر الى ال. تعالوا نعوض، نعوض هون ال، لما نعوض الصفر كل هاي راح تروح، اذا هاي راح تروح، فصفت بس تعوض ال فقط. التربيع على 2 يعني نص التربيع، زائد
ال أس 4 على ال تربيع، راح يصفي عندي ال تربيع على 4، يعني ربع ال تربيع مقسوم على ال زائد ال تكعيب على ال تربيع، راح يصفي عندي ال على 3، يعني ثلث ال. الآن نص وربع ثلث أرباع، واحد يعني ثلث أثلاث، وثلث أربع أثلاث، فبصفي عندي ال بالأخير لما اختصر ال مع ال. 3 على 4 على 4 3 راح تصير 9 على 16، فالجواب 9 على 16 ال. تمام، لاحظوا مسألة أرقام بسيطة جدا. الآن البروبلم الخامسة، هون بنتعامل احنا مع الفوليوم. هو بيحكي لي لوكيت ذا سنترويد واي بار. لاحظوا ليش طلب الواي بار، لانه بالنسبه للاكس في سيمتري، شوفوا من الاكس الموجب او الاكس السالب نفس الشكل، فالاكس راح تكون في السنتر والواي والزد حتكون فوق وتحت زي بعض بالسنتر، فاكس بار وزد بار قيمتهم الصفر. فصف عندي الواي اللي الكتله مختلفه عليها او الشكل او الحجم مختلف عليها، فبصير في عندي قيمه للواي بار. هو بده الواي بار، اتفقنا شباب؟ في هيك شكل على طول شو بنعمل لو عدنا رسمها؟ هذا هو الواي. شو بنعمل؟ نختار شريحة دائرية، النقطة اللي هون المسافتها هون هي واي، والسمك تاعها احنا على هذا المحور مثلا، بنفع زد وبنفع اكس، بس نخليها زد. ليش؟ لانه هم معطيني علاقه بين الزد والواي، فانا بدي هون واي هون زد حتى ادمجهم مع بعض. السمك طبعا لاحظوا السمك بهذا الاتجاه، هذا السمك هو الدي واي. ايش حتكون الفوليوم اللي هو الدي في؟ ايش راح يساوي في هاي الحاله؟ هو مساحه القاعده اللي هي باي في زد تربيع ضرب السمك اللي هو الدي واي. اذا هاي هي الدي في طبعا، والواي تلدا هي نفسها الواي. الآن هو طالب مني الواي بار، فبنحكي الواي بار بتساوي تكامل من صفر إلى واي، واي تلدا اللي هي نفسها واي في دي في اللي هو هذا كله اللي هي باي زد تربيع. إذا بطلع على الشكل زد تربيع هي عبارة عن باي على 4، واي على 4، إذا زد تربيع تساوي واي على 4 جاهزة. إذا حتكون باي في واي على 4، خلي 4 تحت في المقام دي واي على تكامل برضه من صفر لواي، نفس الحكي اللي فوق بس بدون الواي، بدون هاي الواي. اذا باي في واي على 4 دي واي، هتروح الاربعه مع الاربعه والباي هتروح مع الواي، فرح يصفي عندي تكامل واي تربيع دي واي اللي هي واي تكعيب على 3، على واي تكملها واي تربيع على 2.5. الحدود هي من صفر الى واي، طبعا مش لواي، هي من صفر لواحد لان الطرف فوق قيمته واحد اخر شيء. اذا هاي راح تكون مش واي، راح تكون واحد، وبالتالي راح يصفي عندي واي تكعيب مع التربيع بصفي عندي واي واحدة اللي قيمتها واحد، واثنين على ثلاث، إذا اثنين على ثلاث ضرب واي اللي هي واحد، فالجواب 2 على 3 متر، هذا الناتج. إذا في هذا السؤال بتطلع الواي بار بتساوي 2/3 المتر. أوكي تمام. المسألة الأخيرة اللي ظلت عندنا، السؤال بيحكي لنا لوكيت ذا سنترويد زد بار أوف ذا هوموجينيوس سوليد فورمد باي ريفولفينج ذا شيدد أريا أباف ذا زي أكسس. إذا أنا في عندي أريا مثلها دوران ريفولفينج حوالين الزد اكسس، فتكون عندي هذا الفوليوم، ومعطيني الفانكشن تاعه جاهز اللي هو من صفر لغايه الاثنين، هاي المسافه جاهزه. فايش طالب مني؟ احسب الزد بار كم بتساوي. مساله بسيطه، لو تاملنا هون، لو اخترت شريحه زي ما اتفقنا دائريه، سمكها هو دي زد، هذا المركز تاعها، المركز تاعها هو ايضا زد اللي هي زد تلدا بتساوي زد،
الراديوس تاعها راح يكون عبارة عن واي، لأن لو بدي أطلع علاقة واي مع الزد من هون بدي أجيب الثلاثة على الطرف الثاني ضرب، بصير ثلاثة زد. بنقل الثمانية واي بصير بوزيتيف، وبجيب الثلاثة زد هون بصير نيجاتيف. بقسم على معامل الواي اللي هي ثمانية، فبصير واي تساوي 12 ناقص 3 زد، الكل على 8. ولو أخذت الأربعة الثلاث عامل مشترك فبصير 3 4 ناقص زد، الكل على 8. ليش أنا سويت هيك؟ لأنه أنا بدي واي أعرف شو بتساوي بدلالة الزد، وبدي أعرف إنه أنا عندي هون كله دي زد، وبدي أعرف الواي تربيع لو بدي أربحها، لو ربعتها شو رح تكون؟ 3 تربيعها 9، 8 تربيعها 64، في 4 ناقص زد الكل تربيع بهذا الشكل. لو احتجنا الواي تربيع انا هنا مجهزها. اوكي، بعد ما احنا نعمل هذا الكلام كلياته فصارت عندي الواي شو بتساوي والواي تربيع والدي زد، لان الفوليوم دي في شو راح يكون الفوليوم في هاي الحاله؟ هو مساحه الدائره في السمك اللي هو الدي زد، لان المساحه باي في واي تربيع، هاي واي تربيع. اذا 9 باي على 64 في 4 ناقص زد الكل تربيع، هذا كله مضروب في السمك اللي هو دي زد. الآن صارت كل الأمور جاهزة، فبنقدر نحكي الآن هون إنه زد بار بتساوي تكامل زد تلدة في الدي في على تكامل الدي في، ويساوي زد تلدة هي نفسها الزد، دي في هيها جاهزة هون 9 باي على 64 في 4 ناقص زد الكل تربيع دي زد، على نفس الحكي اللي فوق بس بدون الزد. إذا في 9 باي على 64 في 4 ناقص زد الكل تربيع دي زد، راح تروح الثوابت مع بعضها البعض، لأن حدود التكامل من 0 إلى 2 لأنه الجسم بس لهون، من 0 ل 2 بهذا الشكل تمام. ويساوي انا هي تكاملها على الآلة الحاسبة بشكل مباشر، راح يطلع الناتج النهائي 0.786 فيت، بالفيت معطى. هيك بنكون حلينا المسألة، هيك خلصنا الفاندمنتال بروبلمز الأولى في شابتر 9. يعطيكم العافية.